السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى، تفضل. القبور في طنطا وفي في الدلتا عموما، رأيت القبر من الداخل توضع الأجساد فوق التراب، طيب، ولا يحسى عليه على ايوه، الجسد. هذه ضرورة ضرورة اضطررنا إليها في هذه البلاد، لأنك إذا عمقت القبر خرجت مياه تؤثر على سلامة، تؤثر على الجسد. السلام عليكم.